تعالى بقى نتكلم على الجزء بتاع السيلز. هل انا المفروض مطلوب مني ان انا اشتغل كسيلز او احدد التفاصيل بتاعه السيلز؟ لازم أن تكون فاهمها، مش لازم أن تكون انت اللي بتطبق السيلز او بتشتغل عليه. لازم أن تكون عارف السيلز طريقه شغله والبروسيس بتاع السيلز ماشيه ازاي. لازم أن يكون الفراكتور بتاعه السيلز ريليتد بالشغل بتاعك. لازم ان يكون في شغل بتاع الكروس، شغل الكروس اللي هو انا اطلع باعلى عائد ازاي، زي ما احنا كنا محددين قبل كده. المفروض لما هتيجي تشتغل تكون عارف النسبة بتاعة النمو ماشية ازاي. لما احنا حددنا ان انت نسبة الكروس بتاعتك بالنسبة للسوق تمام واخدة نسبة 20%، لما حددنا ان انت معاك 50 بروجكت تشتغل، بعد كده السنة اللي بعدها وصلت 70، اللي بعدها 100، والمفروض ان انت ماشي بمعدل 22%، فلازم تطلع بنتيجة اعلى السنه الجديده، فهيكون الاوبجكتيف بتاعتك 122 بروجكت. طيب تخلينا كده نشوف. في اول حاجه لازم تكون فاهمها الاوبجكتيف بتاعت السيلز. السيلز اللي شغال معاك او شغال على الشغل بتاعك، والله السيلز بيجي يقول والله ده انا عندي مشكله، المفروض اللي بيجي لي ان كواليفايد، الكواليفايد بتاعته مش مظبوطه، والله بتاع ممكن يقول انا بطلع الليد كواليفايد كويس جدا بس انتوا مش عارفين تبيعوا. فلازم يكون في هنا كوميونيكيشن مظبوط علشان نقدر نحدد الحساب هيكون على مين، مين اللي هيدفع المشاريع في الاخر، مين اللي غلطان. هل انا بطلع اللي كواليفايد فانت مش بتعرف تقفل معاه، ولا انا بطلع اللي مش كواليفايد فهو غير مؤهل ان هو يتقفل معاه الديل. القصه اللي موجوده في كل شركات مصر اللي هو مين اللي غلطان. طيب خلينا هنا نحددها ازاي. والله انت ك بتاع ماركتنج، انت الاوبجكتيف بتاعتك ان انت تديله كواليفايد ليد، الاوبجكتيف بتاعك ان انت تديله كواليفايد ليد. طب انت اديته ليد كواليفايد، هو واجبه ان هو يبيع ويقفل البيع، ان هو يقفل ايه البيع. طيب انت الليد كواليفايد ده هتعرفه منين؟ من الكولز نفسها والفيدباك بتاعت الكلاينت. والله الكلاينت وانس ان هو انترستد خلاص الموضوع منتهي، العميل انترستد بنفس البروجكت اللي احنا شغالين عليه وبنعلن عنه، خلاص هنا الامور محسومه، انت كماركتنج الدنيا بالنسبه لك تمام. طب والله العميل مش انترستد اصلا، لا كده الدنيا فيها حاجه غلط والكلاينت مش مظبوط، كده الكلاينت في عندك مشكله لازم ايه تشتغل عليها. فهنا لازم تحدد الاوبجكتيف بتاعتك. والله احنا ك بتوع سيلز المفروض هدفنا نفس الهدف بتاع الماركتنج، هدفنا على كده حددناه احنا اصلا فوق. المفروض هدفنا ان احنا نشتغل على كام يونت، المفروض هدفنا ان احنا نشتغل في كل بروجكت 2 يونت، يعني احنا المفروض نحقق 122 يونت خلال السنة. طب ده احنا كنا مقسمينه في الشيت اللي فات، والله احنا المفروض الاوبجكتيف بتاعنا خلال شهر واحد 6 بروجكت او 6 يونت، شهر 2 6 يونت، شهر 3 6 يونت، شهر 4 6 يونت، شهر 5 6 7 8 وما الى ذلك، كانوا متقسمين او شغالين ومتفقين عليهم ان هم هيكونوا 10 يونت وبعد كده نطلع عليه 15 يونت وننزل تاني علشان السيزون. فاحنا الاوبجيكتيف بتاعنا بيتقسم على حسب كل شهر، لكن هدفنا ان احنا نبيع 122 يونت از بروكر. طبعا لو احنا شغالين كديفلوبر فبيكون هدفنا نبيع قد ايه من الكومباوند ونسبة كام من الكومباوند يتباع، سواء سيلز دايركت او اندايركت تمام. فانت هنا كسيلز استراتيجي وجولز لازم أن تكون انت عارف ان انت بتشتغل على النقطة دي. والله هدفنا نبيع لعملاء، لعملاء تمام من خلال البيع المباشر والغير مباشر. طيب تعالى بقى بعد كده، المفروض السيلز السيلينج بروسيس هنا مهمة جدا جدا. الكلاينت المفروض هيجي لي ويروح فين؟ يعني الكلاينت خلاص جه لي، ولما الكلاينت جه المفروض ان انا بمشي معاه على بروسيس، بمشي معاه على تفاصيل وبمشي معاه على نقط
ايه محدد. والله المفروض العميل بيتم توزيعه على المبيعات، حلو. بعد كده يتم المكالمة الأولى، بعد كده ثم متابعة زيارات أو مكالمة تانية وما إلى ذلك. تبتدي بقى إيه تحدد، والله العميل كلمته وحدد زيارة ومقتنع بالبروجكت أوكي، لسه بيفكر، يبقى لسه في مكالمة تانية المفروض يوم كمان أقصاها 3 أيام، تمام خلاص. وبعد كده ببتدي المكالمة الثالثة، ببتدي أدخل دخول بائع آخر في العميل بحيث إن هو يلحق العميل قبل ما يجري، خلاص يعني دخلت للعميل والمفروض العميل شغال معايا، فطلع من عندي المفروض إن هو بدأ يسحب مني ومبقاش مقتنع، فبيخش سيلز تاني وما إلى ذلك. ونشوف البروسيس بتاعة الكلاينت بتمشي إزاي، بتاع السيلز لازم أكون عارف هو بيمشي إزاي عشان أقدر أشغل الأغذية دي وأكون فاهمها كويس جدا. والله إحنا بقى هدفنا 122 عقار، تمام. طبعا هنا طبعا لو انا شغال بقى على وحدات مختلفة، والله انا شغال على عقار مثلا، ببتدي اقسمهم مثلا نفيديا مثلا، خلاص 10 عقارات المفروض او 10 يونت المفروض عندي جزء تجاري هشتغل منه 5 يونت او 5 وحدات، وعندي المفروض مصنع عايز ابيعه، فانا عندي واحد مصنع وما الى ذلك. ابتدي اقسم بقى السيلز جولز علشان احدد اليونت، ومن اليونت اطلع كام برسنتج راجع لي عشان احسب منه المكسب وما الى ذلك، تمام. طيب بعد كده بقى الجزء بتاع الجروس، الجروس هنا ايه عشان بس نبقى فاهمين القصه بتاعت الجروس دي، هو النسبه زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، النسبه اللي طالعه لي من التقدم. انا كل شهر او كل سنه بتقدم عن السنه اللي قبلها في عدد مبيعات وفي تكبير راس المال وما الى ذلك، تمام. فانا المفروض اشتغل على الاجزاء دي واكون فاهمها كويس جدا جدا، مستوى تقدمي في السوق قد ايه، باخد عدد عملاء قد ايه. السنه دي خدت 100 عميل، السنه الجايه هدفي 122 عميل، اللي بعدها 140 عميل، لا بعدها بدل 140 وبزيد بنسبه 22%، انا عايز ازيد بنسبه 50% وابتدي اظبط الجروس بتاعي رايح فين. فانا الجروس بتاعي والله بحسبه كعدد وحدات وعدد مبيعات وعدد ارباح كفلوس وما الى ذلك، تمام. وطبعا التكلفه اللي اقل هتكون قد ايه، بقلل في التكلفه بنسبه قد ايه. طبعا انا بشوف نسبه النمو لازم تزيد ازاي، لازم مينيمم تكون معاك 15% نسبة علو، نسبة زيادة، تمام، نسبة زيادة. فكل ما تكون فاهم السيلز شغال ازاي كل ما تعرف تشتغل. حاجة بقى مهمة جدا جدا في شغلانة كارير ستيت، السوفت وير تولز. السوفت وير تولز، سوفت وير تولز هنا انت بتتكلم على الجزء بتاع السي ار ام ومتابعة الكلاينت نفسه واستخدام السي ار ام بالنسبة للكلاينت. والله انا السي ار ام هنا عندي شغال شامل كل الادوات من التسويق، تمام، من التسويق تمام الى المبيعات الى متابعة العميل نفسه، متابعة ايه العميل نفسه. خلاص انا عندي السي ار ام شامل كل الادوات، وطبعا ومرورا تمام ايه بالمحاسبه، مرورا بايه بالمحاسبين، تمام، مرورا بالمحاسبين. فخلاص انا فهمت هنا ان انا عندي السي ار ام شامل كل الكلام، المحاسبين عشان يراجعوا الفلوس والتدفقات النقديه وكسبنا وصرفنا وخسرنا وكسبنا وطلعنا وارباح وعند المبيعات ويطلع لي الاجزاء دي كلها. لازم أن يكون عندي الليسننج سوفت وير، مهم جدا، لازم يكون عندي ليسننج سوفت
وير جدا، لازم يكون في الليسنج ده هو الكونكشن ما بين الناس كلها، تمام؟ يبقى في كونكشن ما بين الشركه كلها، يعني يكون في نظام تواصل، تمام؟ تواصل بين كل الشركه، كل الشركه يكون في سوفت وير بيتواصلوا عليه. احيانا في ناس بتستبدل ده بشغل الواتساب، نعمل جروب واتساب كلنا نتواصل عليه علشان يكون كل الناس، كل جروب تام، ده جروب الماركتنج، ده جروب السيلز، ده جروب التكنيكال، ده جروب الاوفيس، ده جروب الجنرال، الشركه كلها عماله زي. فلازم يكون في ليسننج سوفت وير يتكلموا عليه، لازم يكون في ليسننج سوفت وير. بعد كده لازم يكون في سوفت وير يكون خاص بالكونكشن، سوفت وير اللي هو ده بنستخدمه للتوقيعات والوثائق المهمه والبي دي اف، والمفروض اي حاجه محتاجه ديسيشن لازم يكون اي حاجه فيها ديسيشن تكون موجوده. يعني اي حاجه فيها ديسيشن، اي حاجه فيها قرارات، والله انا محتاج امضى من المدير بتاعي ان انا اشتغل على جزء معين، او ان انا اخد ابروف على البيعه دي ان هي تطلع بخصم معين، او يحصل فيها اكسبشن او يتنقل او ايا كان، لازم يكون في كونكشن. طب هو مش موجود، مش هوقف الدنيا، لازم يكون في كونكشن، يكون في الار ما بين الناس علشان الخطوات ايه. يبقى هنا كان هنقول التواصل المهم هيكون ازاي ما بين الناس دي كلها، لازم نبقى فاهمين التواصل المهم ما بين الناس دي كلها هيكون ازاي، تمام؟ ده طبعا بالنسبه، خلينا كده نقول ان ده هنا الجزء، وهنا طبعا هنقول الكونكشن، تيم كونكشن، هنا التواصل، تمام؟ التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي بين التواصل الاجتماعي هنا بنتكلم في التواصل العام ما بين الناس، والله بنشات في موضوع معين، في ايفنت معين رايحينه، في مثلا بروجكت لانش جديد فبنتناقش فيها هنروحوا امتى كلنا، ونتقابل امتى، ومين هيروح مع مين، والقصص دي لازم ما تخلصش في الجروبات الرسميه، يكون ليها جروب خاص بيها، تمام؟ بعد كده لازم يكون في حاجه فاليو سوفت وير اصلا، تمام؟ البروبرتي فاليو، هنا بنتابع كل البروجكتس الجديده والمشاريع الجديده والتفاصيل بتاعتها، لازم تتابع الكلام ده. يعني كل عميل، تمام، لازم يكون عنده التحديثات، تحديثات كل عميل عنده، تمام، التحديثات بتاعت لكل مشروع، تحديثات لكل مشروع وكل، تمام؟ يعني مثلا في ناس المفروض عندها استلام كمان سنه، طب والله الاستلام ده خلاص المشروع بيتشطب، وتشطب عند الوجهات، نبعت للعملاء ان في وجهات اتشطبت واتعملت. فلازم يكون في سوفت وير يكون خاص بالجزء ده، والناس تكون شغاله عليه ومبينات بشكل مهم جدا. ده الجزء بتاع السوفت وير تولز والسي ار ام، لازم تخلي بالك منه جدا وتتابع هل الحاجات دي موجوده ولا لا، الارقام دي موجوده ولا لا. دي كلها الاستراتيجي بتاعت الشغل وبتاعتك كتيم، ممكن لازم تكون فاهم السوفت وير موجود ومظبوط ولا لا، عندك السيلز تيم متابع معاه، عندك شغلك كماركتنج، دي اهم حته مبني على الكومباني اوفر فيو، سواء فيجن او تيم او الاوبجيكتيف بتاعت التيم نفسه. فحاول تطبق الكلام ده وتشتغل عليه وتخلص الفايل ده ونفول اب مع بعض، وتقول لي النقط اللي مش فاهمها نوضحها اكتر، النقط اللي عملتها اقول لك عليها شابوه، ونكمل ونشتغل بشكل افضل وخلص الفايل ده. وطبعا هتلاقي الدوكيومنت بتاعه معاك، وقول لي انا خلصت علشان نكمل بقيه شغلنا.